عجينة السكر أو مقشر الجسم لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم. وصفة هايلة جدا جدا، هتستخدميها قبل الشاور بتاعك، هتخلي جسمك زي الوردة وأبيض فاتح زي التلج. تعالي بينا علشان أقولك إيه هي الوصفة اللي هتطلعي بيها العجينة الوردية اللي معانا دي. ازيكم يا بنات، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده جبت لكم وصفه العرايس لتقشير الجسم وتفتيح المناطق الغامقه. لو انت بتبقي قاعده ومحرجه من المناطق الغامقه في جسمك، اعتمدي الوصفه بتاعتي. كل ما تيجي تاخدي الشاور بتاعك اقسم بالله هتخلي جسمك ابيض زي التلج بدون اي احراج نهائيا. بتعمل على تقشير المناطق الغامقه، بتزيل خلايا الجلد الميت، بتزيل البقع الغامقه، بتزيل الاسمرار، كمان بتخلي جسمك مورد. يلا قومي زي الشطورة اعملي الوصفة معايا، ادخلي خدي شاور وشوفي نتيجة ومستنية رأيي. هنضيف 3 معالق من السكر في بول عندنا. عايزة اقولك ان المكونات كلها سهلة وبسيطة، ولو انت حابة تعملي كمية كبيرة وتحتفظي بيها في التلاجة هتضاعفي المكونات معايا، وهقولك ازاي في نهاية الفيديو. حطينا 3 معالق من السكر، هنضيف عليهم حوالي 3 معالق من الشاور جل، اي شاور جل انت بتستخدميه، وهتحطي نفس الكمية بتاعت السكر. يعني لو انت هتعملي كمية كبيرة هتحطي مثلا حوالي 5 معالق من السكر، هتضيفي عليهم برضو 5 معالق من الشاور جيل. لكن انا استخدمت كمية صغيرة، لو انت حابة تضاعفي الكميات مفيش اي مشكلة، تحتفظي بيها في عبوة في الثلاجة. كل ما تيجي تاخدي الشاور بتاعك هتاخدي معاكي جزء صغير تعملي بيه تقشير للجسم. قلبنا الشاور جل مع السكر، هنبتدي بقى نحط المكون اللي هيخلي جسمنا مورد. احنا عايزين نرطب وعايزين نخلي جسمنا لونه وردي، ايا كان بقى التقشير اللي انت هتعمليه هيخلي فعلا جسمك مورد. انا معايا بودرة دم الغزال، ودي بتجيبيها من عند اي عطار، موجودة وتقدر تجيبيها بسهولة جدا، تحتفظي بيها في عبوة عندك، تستخدميها في الوصفات الطبيعية اللي هتبتدي تعمليها في البيت. انا هاخد حوالي يعني رشة صغيرة خالص، انا مش هكتر اللون علشان ما يغمقش معايا، فانا هاخد حاجة بسيطة خالص كده في طرف المعلقة زي ما انت شايفة كده في الفيديو، ما تكتريش علشان لو كترتي اللون هيبقى فاتح جدا معاكي. هقلب بقى المكون ده مع الشاور جل والسكر بالشكل ده كده، شايفين اللون؟ هو ده بقى اللون اللي انا عايزة اوصله. تفتكروا ان انا كده خلاص خلصت الوصفة بتاعتي؟ لا طبعا، احنا هنضيف مكونات علشان نفتح الجسم، وكلنا عارفين طبعا ان الليمون حلو جدا جدا لتفتيح تحت الابط، فاحنا هنضيف عصير نص ليمونة علشان تفتيح المناطق الغامقة. الليمون حلو جدا جدا، حتى لو انت مش هتستخدمي العجينة دي، عايزة اقولك ان انت لو استخدمتي نص ليمونة تحت الابط او في المناطق الداكنة وسبتيها بس 10 دقايق او ربع ساعة شطفتي جسمك بجد هتفرق معاكي جدا. فانا حطيت حوالي عصير نص ليمونة على الوصفة بتاعتي، وهبتدي ان انا اجيب مكون علشان يساعد في تفتيح الجسم ويعمل كمان توحيد للون الجسم. يعني لو انت عندك منطقة غامقة ومنطقة فاتحة، المكون ده هيساعد على توحيد لون الجسم وازالة اي اسمرار موجود في جسمك. كلنا عارفين طبعا النشا، نشا الذرة الابيض، موجود عندنا طبعا في البيت. هناخد نفس كمية السكر اللي احنا حطيناها في الاول، هنضيف حوالي 3 معالق من النشا، وهنقلب باقي المكونات مع بعض. نجيب معلقة بس علشان نعير بيها نفس الكمية، هاخد 3 معالق من النشا. النشا طبعا لو استخدمتيها في اي ماسك في اي وصفة كوني متأكدة ان هي فعلا هتفرق معاكي جدا، لانها بتساعد على تفتيح الجلد بسرعة رهيبة. هنقلب بقى النشا كده مع السكر والشاور جل وعصير الليمون بالشكل ده كده. طبعا كلكم شايفينها سايلة، وهتقولوا ازاي هتبقى عجينة لانها سايلة جدا. انا هقولك ازاي، بس نجيب الاول مضرب صغير كده علشان يساعد على تفتيت حبيبات النشا مع باقي المكونات. تقلبي الوصفة كويس ما يبقاش فيها اي تكتلات، تمام كده. لو اعتمدتي الوصفة دي كل ما تيجي تاخدي الشاور بتاعك اقسم بالله هتدعيلي فعلا. بس اهم حاجة تستمروا عليها، يعني ما تستخدميهاش مرة وتسيبيها بقى لمدة اسبوع او 10 ايام ترجعي تستخدميها تاني. لا، كل ما تيجي تاخدي شاور خدي كده قطعة صغيرة. طبعا لو انت هتعملي كمية كبيرة في التلاجة خدي قطعة صغيرة دلكي بيها جسمك، قشري بيها جسمك، هتفرق معاكي جدا. هنضيف بقى مكون كمان علشان يربط معايا الوصفة ويساعد برضو على تفتيح الجسم، هنضيف حوالي برضو 3 معالق من الدقيق. الدقيق طبعا حلو جدا جدا في تفتيح الجسم وخصوصا المناطق الحساسة.
هنضيف 3 معالق من الدقيق بالشكل ده كده ونقلب كويس. بصوا بدأت تربط معايا، بدأت تكون لي العجينة اللي انا عايزة اوصل لها. لو انت عاملة كمية كبيرة تحتفظي بيها، شفتي مثلا مكعبات التلج بتاعت الفليزر تقدري تحتفظي بيها في المكعبات دي، وكل ما تيجي تاخدي الشاور تبدأي تاخدي مكعبين او 3 تبدأي تدلكي بيهم جسمك. وبكده اكون سهلت عليكي الموضوع شويه، علشان ما تقوليش ان انا كل ما اجي اخد شاور هقوم اعمل العجينه دي. لا، اعملي كميه احتفظي بيها عندك في التلاجة او في الفليزر، كل ما تيجي تاخدي الشاور بتاعك خدي المكعبين او 3 دلكي بيهم جسمك وشوفي بقى النتيجه. بصوا حبيب قلبي ده القوام اللي انا عايزه اوصل له، العجينه كده تمام. بصوا ده القوام ما شاء الله كده جاهزه معايا. ازاي بقى تستخدميها على الجسم؟ انت دلوقتي دخلتي علشان تاخدي شاور، تبدأي ان انت تاخدي الوصفة دي تدلكي بيها جسمك كويس جدا، ايا كان بقى المنطقة اللي انت حابة تفتحيها او عايزة تعملي لها تقشير. عايزة اقولك ان انت لو عروسة تقدري ان انت تعملي تدليك كامل للجسم كله، هتفرق معاكي جدا فعلا، هتخلي جسمك بصي احمر كده وابيض زي الورد، هتديكي لون حلو فعلا، وتقدري ان انت تقشري بيها كمان كعب رجليكي. تاخدي كمية وتبدأي تفركي جسمك بحركة دائرية لمدة 10 دقايق، تعملي تقشير لمدة 10 دقايق، بعد كده تاخدي الشاور بتاعك عادي جدا وتخرجي وتحطي اي مرطب على الجسم. اقسم بالله لو اعتمدتي الوصفة دي كل ما تيجي تاخدي الشاور بتاعك هتفرق معاكي جدا، هتخلي جسمك ابيض، هتزيل البقع الغامقة، هتعمل تقشير يوميا طبعا لخلايا الجلد الميت، فبالتالي هتلاقي جسمك ناعم زي الحرير مورد معاكي بدون اي احراج. لو انت محرجه من المناطق الغامقه في جسمك اعتمدي الوصفه بتاعتي وادعيلي. بصوا دي الطريقه اللي انت هتدلكي بيها الجسم بالشكل ده كده، تعملي تقشير بحركه دائريه بالشكل ده لمده 10 دقايق، وبعد كده تاخدي الشاور بتاعك وتطلعي تحطي اي مرطب، بجد هتفرق معاكم جدا يا بنات. يا رب تكون الوصفه بتاعتي النهارده عجبتكم، ولو انت معايا لحد الان من وقت الفيديو حطي لنا لايك واشتراك، فعلي الجرس على كلمه الكل علشان يوصلك مني اشعار بالفيديوهات الجديده دايما. البنات بقى اللي استخدمت معايا الوصفه في الفيديو او البنات اللي لسه هتعملها وتستخدمها، عايزه رايكم بامانه بعد استخدام الوصفه عن تجربه شخصيا، بجد هتعجبكم جدا، هتعمل فرق رهيب في تفتيح المناطق الغامقه. هي بتساعد جدا على تقشير الجسم وإزالة خلايا الجلد الميت، بتساعد على تفتيح البقع الغامقة، بتعمل على توحيد لون الجسم، هتعجبكم جدا يا بنات. أهم حاجة تعتمدوها تستمروا عليها علشان تجيب معاكم نتيجة كويسة جدا وتوصلوا للون اللي انتوا حابين تقعدوا بيه كده، وانتوا تبقوا بصوا مبسوطين بدون أي إحراج، هتقعدي بعد كده مش تبقي محرجة خالص من المناطق الغامقة في جسمك. حطوا لنا بقى لايك اشتراك، فعلوا الجرس على كلمة الكل، شيروا الفيديو لكل اصحابكم، انتظروا مني ان شاء الله فيديو جديد ومعلومة جديدة.